ازيكم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلابي حبايب قلبي طلاب الصف الثالث الابتدائي اصحاب مناكنك 3 ويلكم باك. النهارده بنكمل مع بعض يعني 3 بعنوان on the weekend في اجازه نهايه الاسبوع، ومعادنا مع lesson 2 الدرس الثاني. خلصنا lesson 1 وشرحناه وكمان حلينا عليه وشرحنا ازاي نتكلم عن present continuous او نوصف حاجه بنعملها دلوقتي واحنا بنتكلم. النهارده بقى هناخد شويه برضو جرامر حلو جدا خفيف، وكمان هناخد شويه معلومات حلوه قوي عن الماجنت المغناطيس اللي خدناه السيشن اللي فات. انتوا بس لو انتوا اول مره بتشوفونا يا ريت تكبروا الشاشه وتعلوا الجوده زي زمايلنا، وتجيبوا ورقه وقلم نكتب الكلمات اللي بتظهر على الشاشه واللي بقولها وترددوها ورايا بصوت عالي، وكمان تشتركوا في جروب التليجرام اسفل الفيديو في صندوق الوصف او اللينك هيقابلكم، وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. يلا من غير رغي كتير let's start. اول حاجة هنفتكرها مع بعض من السيشن اللي فات هو المغناطيس. المغناطيس اسمه ايه يا صحابي؟ ماجنت. ماجنت. يلا نقسمها كده اتنين، ماج ام اي جي، ماج نت. الان والاي بتقول ن، الاي دايما بتقول اه، فنقول ماج نت. ماج نت نقسمها اتنين، ماجنت مغناطيس، ماجنت مغناطيس، ماجنت. برافو الشطار بس اللي بيقول ورايا. طيب المغناطيس ده المفروض ان هو بيجذب الاشياء، المعدن. كلمه يجذب او يشد اليه attract 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 attract. نقول ايه؟ at a double t r a c t at ra. تعالوا كده نقسمها at a double t ra r a kt, kt, c t. يبقى attract attract يجذب، attract يجذب attract. واحنا اتفقنا قبل كده ان الفعل يجذب ده فعل، اي حاجه اقولها ياء يعني فعل، وكمان اي حاجه بعملها يجذب ده فعل، يجري run ده فعل، ينام sleep ده فعل، يعوم swim ده فعل. يبقى اي حاجه بعملها بقول عليها ايه؟ فعل، يعني verb بالانجلش. الفعل ده بقى ليه شكلين في المضارع. مش المغناطيس بيجذب فعلا المعدن؟ يعني دي حقيقه، الحقيقه بستخدم الفعل في المضارع. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهمه. يعني الفعل بيبقى شكله حاجتين، لما بكون عايزه اتكلم عن حقيقه بيبقى الفعل شكله حاجتين، الفعل يا اما ساده يا زياده اس مع هي او شي او ايت او اي اسم مفرد تاني. الفعل يا اما ساده يا زياده اس مع هي او شي او ايت او اي اسم مفرد. يعني انا قلت ابتديت الجمله وقلت ماجنت المغناطيس، مفرد ولا جمع؟ مفرد. المفرد نقول attract ولا attracts؟ attracts. ليه؟ لازم الفعل يبقى زياده اس مع الاسم المفرد. يبقى اقول ماجنت، يلا بقى نكون جمله سليمه، ماجنت attracts يعني المغناطيس بيجذب، ماجنت attracts مش بيجذب، مش بيقول الحقيقه، يجذب يعني بيشد اليه. يبقى ماجنت attracts، ماجنت attracts، ماجنت attracts، ماجنت attracts. بيجذب ايه يا ترى المغناطيس؟ metal objects يعني الاشياء المعدن، metal metal معدن، metal معدن، metal معدن، metal metal. زي ايه يا ترى بقى الميتال؟ زي مسمار. مسمار اسمه ايه فكروني؟ نيل. الاي مع الاي بتزقها وتقولها اي فتبقى ن اي و. مسمار نيل. مسمار نيل. مسمار نيل. الشاطر بس اللي بيقول ورايا. طيب دبوس بين. لازم نستكي كده على البي. بين دبوس بين. دبوس بين. مش الدبوس ده ميتال برضه معدن؟ طبعا. وكمان النيل المسمار مش ميتال؟ لان الماجنت بيعمل ايه؟ attracts metal. ماجنت attracts metal زي النيل زي الدبوس بين. طيب المقص اسمه ايه يا اصحابي؟ سيزر. لا بنقولها بسرعه بقى، سيزرز سيزرز سيز. بصوا يا ولاد سيز اهي،
S C I double S تبقى اسمها سيز سيز سيز. خلي بالكم ان السي هنا ما اتنطقتش كأنها الاثنين دول مع بعض بنقولهم س سي سي حرف الاي بنقول اي فنقول سي ز ارز سيزرز سيزرز مع اس سيزرز S C I double S O R S 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 مقص scissors مقص scissors مقص scissors مقص scissors. كمان عملة معدنية كوين كوين عملة معدنية كوين كوين عملة معدنية كوين كوين عملة معدنية كوين سي او اي ان كوين. واحنا برضو قلنا قبل كده ان الاو والاي بنقولهم اوي فتبقى اوي كوين. طيب الكوين ده من الميتال ولا لا؟ من الميتال من المعدن. كمان ايه تاني من الميتال؟ بيبر كليب بيبر كليب كليب اللي هو مشبك الورق اللي بيمسك الورق مع بعض اسمه بيبر كليب بيبر كليب بيبر كليب. ده ميتال اور نوت؟ ميتال. ميتال. يبقى ايه يا اصحابي الميتال؟ نيل. ايه يا اصحابي الميتال يا زبده؟ نيل بين دبوس وسيزرز مقص سيزرز. وعملة معدنية كوين كوين. والمسكة بتاعت الورق بيبر كليب بيبر كليب بيبر كليب. اوكي بيبر كليب يلا خلي جو. طيب يبقى الماجنت اتراكتس ميتال بيجذب الميتال زي النيل او الماجنت اتراكتس نيل ماجنت اتراكتس بين ماجنت اتراكتس سيزرز ماجنت اتراكتس كوين magnet attracts paper clip. يبقى لازم عشان اكون جمله صحيحه يا اصحابي ابدا بايه؟ magnet الفاعل بيعمل ايه؟ attracts الفاعل يجي بعده فعل عشان لما نيجي نكون جمله نقول magnet attracts وما ننساش الاس لان magnet مفرد فالفعل لازم يبقى زياده اس. طيب واقول بقى ابتدي اقول يجذب ايه؟ attracts nail attracts pin attracts scissors attractus coin attractus paper clay. طيب في بقى اشياء الماجنت مش بيجذبها. يجذب بقى يعني attract. عايز اقول لا يجذب. كلمه لا في المضارع ليها كلمتين ليها don't وdoesn't don't وdoesn't الاثنين معناهم لا. الاثنين معناهم ايه؟ لا. don't او doesn't. don't يعني لا وdoesn't يعني لا. طيب don't بتيجي مع مين؟ ينفع ابتدي كده الجملة واقول don't على طول؟ لا. لا ببتدي بالفاعل I don't انا لا we don't نحن لا they don't هم لا. يبقى I والجمع بنقول don't وراهم. I والجمع بنقول ايه؟ don't وراهم. طيب والهي والشي والايت المفرد ما بيقولش don't بقى بيحب الاس. فاكرين مش احنا لسه قايلين ان الفعل بيبقى فيه اس مع هي وشي وايت والمفرد؟ برضه هي وشي وايت وماجنت مفرد ساعتها بقول doesn't بحط للفعل اس. عارفين دو؟ بصوا يا اصحاب دو مع هي وشي وايت بتبقى does بحط لها اي اس بحط لها ايه؟ اي مع هي وشي وايت واي اسم مفرد. فلما اجي انفيها هي هي دو واحط لها اي اس تبقى داز. اجي انفيها تبقى دازنت احط لها ان ابوستروفي تي. يبقى دونت لا ودازنت يعني لا. دونت لا ودازنت يعني لا. طيب مين بقى شاطر يقول لي دونت ودازنت؟ طبعا بيجي وراهم الفعل زاده ولا زياده اس؟ دونت ودازنت يجي وراهم الفعل ساده ولا زياده اس؟ سادة. برافو سما وبرافو زياد. سادة ليه بقى؟ عشان انا حطيت الاس في doesn't. ينفع كل شويه امشي احط الاس؟ يبقى اول ما اقول don't او doesn't يجي وراها الفعل سادة. اقول بقى ايه؟ ان الماجنت doesn't attract. ماجنت doesn't attract يعني لا يجذب. لا يجذب ايه؟ لا يجذب السترينج الخيط. خيط يعني ايه؟ سترينج. هاتي لي التيشيرت دي يا مريم. الخيط اسمه ايه؟ سترينج. سترينج خيط سترينج
thank you so much. خيط يعني ايه؟ string خيط string خيط string. كمان الزجاجة، الزجاجة اسمها ايه؟ bottle bottle زجاجة bottle زجاجة bottle زجاجة bottle. طيب صمغ، عارفين الصمغ اللي بيلزق الورق ده؟ glue glue صمغ glue صمغ glue صمغ glue. قلم رصاص pencil. قلم رصاص pencil. قلم رصاص pencil. يا ترى بقى الماجنت attracts ولا doesn't attract pencil؟ ها attract ولا doesn't attract؟ attract attract pencil doesn't attract pencil. لا يجذب البنسل. طيب انا بقى هلعبكم لعبه، تعالوا نشوف البين. يلا الماجنت attracts ولا doesn't attract؟ attract attract. اولها بقى جمله على بعض، magnet attracts pin. طيب 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 البوتل اقول ايه؟ magnet بس اسمها magnet المغناطيس. يلا attracts ولا doesn't attract؟ doesn't attract bottle. طيب الstring الخيط string magnet بس magnet doesn't attract string. برافو عليكم يا ولاد. يبقى الفعل يا اما ساده يا زياده اس مع هي او شي او ات او اي اسم مفرد، ولما فيه اقول لا ما بيحصلش الفعل ده على طول بحط ايه؟ don't او doesn't don't او doesn't don't او doesn't. الاثنين معناهم لا. يجي وراهم الفعل ساده ولا زياده اس؟ ساده خالص، عشان انا حطيت الاس في doesn't خلاص، صح كده؟ طيب تعالوا بقى يا صحابي نعرف او تعالوا نحل الاول على الدرس ده بسرعه سريعا، وبعد كده ندخل على الجزء الثاني. Let's start زياد number one. We use to cut paper عشان نقطع البيبر. Scissors بسرعه. مقص يعني ايه؟ scissors مقص scissors مقص scissors. يلا يا ساجد number two. The is made of metal. بصي معايا يلا. مين اللي made of metal؟ مصنوع من المعدن. string ولا nail ولا bottle؟ nail يعني مسمار. برافو. يلا يا سما. I drink three. drink يعني اشرب. انا اشرب ثلاثة bottles of water. مش الزجاجة يعني bottle؟ لما اقول bottle of water يعني زجاجة من الماء. اوكي يا صحابي؟ طيب تعالوا طبعا بقى ايه، بصوا اللعبة دي حلوة قوي اللي هي الماجنت دي. بيقول لك color object that the magnet attracts. لون الاشياء ان الماجنت بيجذبها. طيب هنا بيجذب ايه الماجنت؟ بيجذب النيل. النيل وكمان بيجذب ايه؟ معلقه. السبون معلقه سبون. وكمان بيجذب ايه؟ مفاتيح. هي هنكتبها هنا كيز. مفاتيح كيز. مفاتيح كيز. مفاتيح كيز. مفاتيح كيز. وكمان معلقه سبون عشان المعلقه مصنوعه من الميتال. معلقه سبون. معلقه سبون. هنضيفها دي كمان على الكلمات يا صحابي. طيب تعالوا بقى ندخل على بارت 2. بيقول ماي دايري يعني مذكراتي. يعني انا بعمل ايه في كل الاشياء او في كل الايام. ناخد الاول ايام الاسبوع. ايام الاسبوع بتقول ايه؟ السبت ساتردي. السبت ساتردي معموله اهي بالجرين، بالجرين كولرز كده اللون الاخضر. ساتردي السبت. ساتردي السبت. والحد ساندي. الحد ساندي. والاثنين ماندي. يبقى ساتردي ساندي ماندي تيوزداي. تيوزداي التلات. وينزداي الاربع. وينزداي وينزداي. ثيرزداي الخميس. ثيرزداي ثيرزداي. والجمعه فرايداي فرايداي. تعالوا بقى نشوف من اول السبت عندنا ايه يوم الساتردي. ارت كلاس يعني حصه رسم. ارت كلاس ارت كلاس. وعندنا ايه يوم الساندي؟ ابيض
playing tennis بيلعب تنس. والموندي بيعمل ايه؟ تاب فوتو. طب عايزه بقى اقول لكم الشطار الشطار قوي اللي مركزين معايا. هو عايز اعمل جمله على بلاي تنس دي. ابدا بايه؟ عشان اعمل جمله ينفع اقول بلاي على طول؟ لا. ابدا بهو. هو يعني ايه؟ هي. اقول بقى هي بلاي ولا هي بلايز؟ هي بلايز. عشان هي وشي وايه بنحط للفعل اس. اقول هي بلايز تنس. اون ساندي. ايام الاسبوع يا صحابي بيجي قبليها اون. بيجي قبليها ايه؟ اون. اقول اون ساندي، اون موندي، اون تيوزداي. يبقى ايام الاسبوع يا صحابي لازم يجي قبليها حرف الجر ايه؟ اون. لازم يجي قبليها اقول هي بلايز تنس اون ساندي. طب يلا اعملوا لي جمله على في الموندي بيعمل ايه؟ دي بنت بقى هنقول عليها ايه؟ شي. ايوه شي. لا شي ايه الفعل اسمه ايه؟ تيكس. برافو زياد. شي تيكس حطينا اس. شي تيكس فوتوز. اكسلنت. طب يلا ده بيقول هاف لانش بيتناول الغداء اقول ايه؟ يا هو. ايوه هي هاز. هاف. هاز. بصوا يا اصحابي الهاف يعني يملك او عنده وكمان هاز يملك او عنده. الاثنين دول معناهم يملك او عنده. هاف مع اي والجمع وهاز مع المفرد. يبقى اقول هو بيتناول يبقى هي هاز لانش. يتناول الغداء هاف لانش. يتناول الغداء هاف لانش. طب لو قلت هو او ينفع اقول هي هاف؟ اما اقول هي ايه؟ هي هاز لانش. يتناول الغداء. برافو عليك يا صحاب. يوم الاربع بيقول سينجينج كلاس. عندنا حصة غناء. طيب عندنا يعني ايه؟ لسه قايلين يملك او عنده هاف او هاز. يملك او عنده. عايزه اقول بقى انا عندي حصة غناء اقولها ازاي؟ انا يعني ايه؟ اي ايه هاف ولا هاز؟ اي هاف. اي والجمع بياخدوا هاف. اي هاف سينجينج كلاس حصة غناء. طيب يلا ثيرزداي الخميس درو بيكتشرز. هي بترسم صورة. She. ايوه شاطره يا سما. She draws بنحط للفعل اس. She draws pictures بترسم صور. Friday home for lunch يعني يتناول بنتناول الغداء في المنزل. طيب خليهم يقولوا اقول ايه؟ They have lunch بيتناول الغداء. طيب تعالوا كده يا صحابي نشوف لا قبل ما نحل هنشرح بس كده البريزنت الساعة وبعد كده نقول السؤال في البريزنت ساعة. تعالوا بقى يا صحابي نتعلم عن الساعة. لو عايزة أسأل الساعة كام يا عم الساعة كام؟ الساعة كام دي بقول what time is it. What time is it. What time is it. الساعة كام دلوقتي. وكمان بنقول السؤال بصيغة تانية بنقول what is the time. What is the time. يبقى عندي نوعين من الأسئلة للساعة. إما أقول what time is it أو أقول what's the time. What time is it أو what's the time. طيب عليكم إيه في المنهج؟ What time is it. What time is it. لما أجي أسأل عن الساعة أقول إيه؟ What time يا سما is it. What time is it. What time is it. What time is it. الساعة كام؟ ركزوا بقى معايا. الساعة زي ما انتوا شايفين كده. عندي عقرب صغير وعندي عقرب طويل. العقرب الصغير ده يا صحابي اسمه long hand. اسمه ايه؟ long. عفوا اسمه short hand يعني صغير. short hand. short hand. والعقرب الطويل long hand. العقرب الصغير short hand. والعقرب الطويل long hand. long hand. العقرب يا صحابي القصير ده الشورت ده بتاع ال hours بتاع الساعات بتاع الايه؟ الساعات. كل ما يجي على ساعة يبقى هي الساعة دي اللي نقولها. والعقرب الطويل long hand ده بتاع ال minutes الدقايق. طيب لو الساعة دلوقتي العقرب الصغير جاي على 3 والعقرب الكبير جاي على 12 ساعتها اقول ايه؟ لازم اقول it's. لما حد يقول لي what time is it اقول it's انها تكون. it's ايه بقى؟ اقول 3 ولا 12؟
اقول ايه؟ الساعة كام دلوقتي؟ 3 ولا 12؟ 3. ليه؟ عرفت منين ان هي 3؟ من الايوه من الشورت من الشورت هاند من العقرب الصغير او الاتس 3. اول يا صحابي ما الاقي العقرب الكبير اللونج هاند جاي على ال 12 اقول اكلوك. اقول ايه يا سامة؟ اكلوك. اكلوك يعني بالظبط. اتس 3 اكلوك. اكلوك. اتس 3 اكلوك. اتس 3 اكلوك يعني اول ما الاقي العقرب الكبير جاي على ال 12 يبقى اقول ايه؟ It's 3 o'clock. طب تعالوا كده نشوف العقرب الصغير جاي على الفور. هنقول ايه؟ It's 4 o'clock. Excellent. طب العقرب الصغير جاي على ال 6؟ It's 6 o'clock. طب العقرب الصغير جاي على ال 9؟ It's 9 o'clock. Excellent. برافو عليك يا شطار. يبقى أول ما الاقي العقرب الصغير ده جاي على الساعة أقول It's كذا. وبعد كده اول ما الاقي العقرب الكبير جاي على ال 12 اجري على طول واقول اقلق. اجري على طول واقول ايه؟ اقلق. طيب تعالوا بقى كده لو لقينا ساعه برضو زيها بالظبط وهنا 2 وهنا 1 وهنا 12 وهنا 11 وهنا 10 وهنا 9 وهنا 8 وهنا 7 وهنا 6 وهنا 4. لا وهنا 5 نفس الساعه بس قالوا لك بقى عفوا خلي السكس دي في النص. قالوا لك بقى يا صحابي العقرب الطويل اللونج هاند ده مش هيبقى على ال 12. امال هيبقى فين؟ هيبقى على ال 6. ليه؟ اول ما العقرب الكبير ينزل على ال 6 يبقى كده بقت ونص. الساعه بقت ايه؟ ونص. بقت نص الساعه. يعني مثلا لو قال لي العقرب الصغير جاي على ال 3 والعقرب الطويل جاي على ال 6 يبقى هنقول ايه؟ بصوا بقى هقول حاجتين. It's half past. خلينا نكتبها بقلم تاني. Half past ونص. Half past يعني ونص. Half past يعني ايه؟ بس ساعتها يا صحابي بقول half past الاول ونص الاول. اقول half past 3 يعني الساعة 3:30. Half past 3 يبقى لما العقرب الكبير يجي على 12 بقول ايه؟ اوكلوك يا سما. العقرب الكبير جاي على ال 6 بقول ايه؟ Half past ونص. Half past ونص. خلي بالكم ان ال هنا سايلنت ما قرأناهاش يعني ما حدش قال half. لا half يا زياد. Half past ونص. Half past ونص. اقول بقى half past وبعد كده الساعة. Half past 3 half past 4 half past 5. طب لو العقربين الصغير والكبير جم على 6 يجوا يقول ايه بقى؟ It's ايه؟ half past half past 6 يعني الساعة 6:30. مالناش دعوة half past ونص والعقرب الصغير بتاع الساعات مالهوش دعوة. طيب ممكن اقولها بطريقة تانية؟ ممكن اقول يا سما انتي وساجدة It's 3 الساعة 3:30. 30 يا ولاد يعني بيبقى الساعة كده بقى. عارفين الساعة الرقمية؟ بتبقى الساعة 3 الساعة 3:30 دقيقة. أول ما تبقى الساعة كده أقول It's 3:30. It's 3. طب لو الساعة كده بالعقرب بالعقارب أقول It's half past 3. It's half past 3. طيب عايزه بقى كده خلاص عرفنا ان الساعه تبقى كلوك لما العقرب الكبير يجي على 12 والساعه تبقى هاف باست ونص لما العقرب الكبير يجي على ال 6. تعالوا بقى العقرب الكبير نفس الساعه بس العقرب الكبير جاي على ال 3. هنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وهنا 4 وهنا 5 وهنا 6 وهنا 7 8 9 10 11. جينا بقى لقينا العقرب الكبير جاي على ال 3 والعقرب مثلا الصغير جاي على ال 6. ساعتها اقول ايه؟ اتس وربع يا ولاد اسمها كوارتر باست. كوارتر باست اول ما العقرب الكبير يجي على الثلاثه يبقى وربع. يبقى بصوا حبايبي
العربي الكبير يجي على الستة هاف باست تو ونص. العربي الكبير يجي على الثري اتس كوارتر باست تو وربع. اتس كوارتر باست تو وربع. وبعد كده يجي بقى الساعة كوارتر باست 6 كوارتر باست 7 كوارتر باست 5 يبقى كوارتر باست تو وربع. لازم نحفظ دول يا ولاد. العربي الكبير جاي على 12 اوكلوك. العربي الكبير جاي على 6 هاف باست تو ونص. العربي الكبير جاي على 3 اتس كوارتر باست تو وربع. اتس كوارتر باست وبعد كده اقول الساعه كام وربع. اتس كوارتر باست 6 يبقى 6 وربع. اتس كوارتر باست 5 يبقى 5 وربع. وممكن اقولها بصيغه ثانيه بدل ما اقول كوارتر باست لو هي ساعه رقميه الربع ده يعني 15 واقول مثلا 6 و15 ساعتها بقى بقول اول ما الاقي ساعه رقميه كده بتبقى سهله قوي عليا بقول اتس واقول الرقم الاول الواحد ده الاول اتس 6 اتس 6 ايه 15 اتس 6 15 يعني الساعه 6 و15 دقيقه الساعه 6 و15 دقيقه يبقى كوارتر باست 2 ربع هاف باست 2 ونص فاضل الا ربع كوارتر 2 بدل ما اقول بس يا مكه بدل ما اقول كوارتر باست يجي بقى العقرب الكبير على الناين كده يبقى كوارتر 2 كوارتر ايه؟ وبعد كده الساعه يعني مثلا العقرب الكبير جاي على الناين والعقرب الكبير الصغير جاي على ال 6 ساعتها اقول ايه؟ كوارتر 2 6 يعني 6 الا ربع يبقى الا يا اولاد الا ربع اسمها كوارتر 2 الا ربع اسمها ايه؟ كوارتر 2 كوارتر 2 طب وي ربع كوارتر باست وي ربع كوارتر باست بص يا ولاد مش الساعه دي متقسمه اربعه؟ دي كده الا ربع يعني فاضل ربع ساعه وتبقى بالظبط يعني ربع فعشان كده بنقول الا ربع طب عدت ال 12 بقت وربع يبقى دي الا ربع ودي وربع طب عدت النص لحد من ال 12 لحد ال 6 خدت نصها يبقى ونص هاف باست كده فهمنا يا ولاد؟ ما ننساش 12 اوكلوك العربي الكبير يجي على 6 هاف باست 2 ونص العربي الكبير يجي على 3 كوارتر باست 2 وربع العقرب الكبير يجي على 9 يبقى كوارتر 2 الا ربع كوارتر 2 طيب بس يبقى احنا كده خلصنا الساعه تعالوا بقى ناخد اخر حاجه قبل ما ننهي الفيديو تعالوا بقى اخر حاجه ازاي نكون سؤال في المضارع البسيط احنا قلنا ان المضارع بعرفه من الفعل يزيد الفعل يا اما سادة يا زيادة اس مع اي او جي او اي او اي اسم مفرد ولما بنفي بنفي بايه don't او doesn't بنفي بكلمة ايه don't او doesn't وراهم الفعل سادة وراهم الفعل سادة يعني هما اللي يجوا الاول وبعد كده الفعل سادة طب لما اجي اسأل يا ولاد انا عندي سؤال what سؤال ايه what يعني ما او ماذا what يعني ايه ما او ماذا يجي وراهم بقى لازم يجي وراهم do او does يجي وراهم ايه do او does do او does وبعد كده الفاعل اقول مثلا what do you ماذا انت do الفعل سادة ايه ده يا ميس ازاي do ودو ازاي اتنين do do دي تكوين السؤال بتاع المضارع دي العلامة اللي بعرف بيها ان السؤال ده في المضارع بتعمل ايه في حياتك في حقيقتك انما دو دي ده الفعل اصلا اللي هو يفعل يفعل يعني دو ممكن استبدله واقول بلاي يلعب استبدله واقول رن يجري مش شرط اقول دو يعني لو قلت وات دو يو بلاي ماذا تلعب وات دو يو رن ماذا تجري وات دو يو دو ماذا تفعل يبقى وات دو يو دو ماذا تفعل طب لو قلت وات فاكرين لما كنا بنتكلم عن الهارت يا سما وكنا بنقول وات does my heart do ماذا يفعل القلب يفعل يعني do وماي هارت عشان دي معاها does يبقى يا ولاد بعد السؤال بوات او اي ادوات استفهام يجي وراها do او does يجي وراها ايه يا اصحابي do او does يجي وراها ايه الاول عشان واحنا بنرتب do او does وبعد كده الفاعل اذا كان مفرد او جمع ووراها الفعل سادة اوكي كده يا اصحابي بكده احنا خلصنا هنسيبنا مع بعض
نشرح دي اكتر عشان خاطر معانا امثله كتير، بس انا مش عايزه اضيع وقت الفيديو. هنقول امثله كتير لتكوين السؤال. بالنسبه للماميز والتيتشر محتاجين اكتر من سؤال عشان يثبت في دماغهم، وكمان نعرف الاجابه بتاعته. طب قولوا لنا كده، what do you do on the weekend؟ بتعملوا ايه في الويك اند؟ حد يقول لي مثلا I play tennis، بلعب تنس. حد تاني يقول لي I visit my grandparents، بزور اجدادي. حد تاني يقول لي I sleep، بنام. يبقى what do you do، ماذا تفعل؟ what do you do، ماذا تفعل on the weekend؟ ساعتها بجاوب واقول انا بعمل حاجة، ولازم يبقى الفعل زادة. شكرا، thank you so much for watching. لو وصلتوا النقطة دي للفيديو فانا بحبكم جدا، ما تنسوش بس تقدرونا بلايك وكمان شير لاصحابكم على قد ما تقدروا عشان غيركم يستفيد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.